مشكلة الوجود أصيلة في الفلسفة الإسلامية وبترجع جذورها لبدايات علم الكلام. السؤال المطروح كان: ما هو مصدر الوجود؟ هل القوة الفاعلة أو المسببة للكون داخلية نبع منه ولا خارجة عنه؟ الإجماع الغالب ما بين المفكرين والفلاسفة العرب إن الوجود علته خارجة عنه وهي المسبب الأول الله. النهج المخالف للرؤية الأرسطوطالية اللي بتقول إن العالم قديم وغير مخلوق وإن الله مجرد محرك للكون تجاه غاية وهدف، أو الرؤية الأفلاطونية اللي شافت إن الله منظم للكون لكنه مش المسبب الأول للوجود لأن مادة الوجود قديمة قدم الأزل. المتكلمين العرب الأوائل جدلوا إن علة الوجود لابد إنها تكون خارجة عنه، لأنه من غير المنطقي إن الكائنات الموجودة في الطبيعة بما فيها الجماد الحيوان والنبات من المستحيل إنها تكون خلقة لذواتها، والمادة المكونة للكائنات غير عقلة وبالتالي لا يمكن إنها تخلق كائنات عاقلة. الموقف النابع بكل تأكيد من عقيدة الدين الإسلامي اللي بتتبنى مفهوم المسبب الأول وهو الله، مسبب وخالق كل شيء. ودلوقتي بص حواليك، تأمل العالم المحيط بيك، يا ترى ايه هو مصدر الوجود؟ هل وجود الكون امر حادث؟ سببه موجود اخر غير مسبب وغير متحرك؟ ولا الكون كان وسيظل ازل الوجود، قديم في قدمه قدم الموجود الاول؟ ولو فعلا الكون حادث مخلوق، ايه هي طبيعة الوجود قبل ايجاده؟ هل كان في وجود للزمن؟ لكن ايه هو معنى الزمن بدون كون وحركة؟ فكر تاني.